السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة معانا فرصة مجانية تماما، وإن شاء الله الفرصة دي هتكون متاحة لمواليد 2001 لحد مواليد 2005. هنتكلم النهاردة في التفاصيل بالظبط، بس قبل ما ندخل بقى في تفاصيل الفيديو، لو أنت لسه ما دخلتش الجروب بتاع الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعه في صندوق الوصف، تقدر إن أنت تدخله دلوقتي علشان لو حبيت تتواصل معايا بخصوص التغذية أو الإصابات والتأهيل أو التدريب، أو لو حابب تسأل عن أي حاجة يكون التواصل بتاعك من خلال الجروب ده، هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف، وكمان هتلاقيني سايب لك في صندوق الوصف اللينك بتاع البيج الخاصه بالتواصل معايا. اي حد حابب ان هو يتواصل معايا هيتواصل معايا عن طريق الرسائل بتاعه الصفحه ديت، والصفحه ديت هي وسيله التواصل الوحيده، والصفحه ديت اي حد بيبعت عليها رسائل بيتم الرد عليه، كل الناس اللي بعتت رسائل على الصفحه بيتم الرد عليها، فهي دي وسيله التواصل الوحيده معايا. كمان بحب افكرك ان انت لو بتدور على شركه تسويق تكون بتسوق بالمجان، هتلاقيني سايب لك في صندوق الوصف اللينك الخاص بالفيديو بتاع شركه التسويق، هتلاقي فيه رقم التواصل مع الشركة وهتلاقي ايه هي المميزات والكلام ده كله، هتلاقيه في قلب الفيديو، تقدر ان انت تتواصل مع شركة التسويق دي دلوقتي، هتلاقيني سايب لك اللينك في صندوق الوصف. قبل ما نتكلم في تفاصيل الموضوع بتاع النهاردة عايزين بس نوضح نقطة، ان اي فرصة بننزلها هنا احنا مش مسؤولين عنها، لا احنا بنشوف لو في فرصة كويسة للناس بنحاول ان احنا ننزلها عشان توصل لاكبر عدد من الناس واكبر عدد من الناس يستفيد وكده، لكن مش معنى ان احنا بننزل الفرصة هنا على القناة يبقى احنا اللي منظمينها او احنا المسؤولين عنها او حاجة زي كده. فطبعا في الحلقة بتاع النهاردة او في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن النادي ده بيلعب في منطقة الاسماعيلية، بيلعب درجة تالتة، وطبعا الفرصة دي هتكون متاحة لأهالي الاسماعيلية واهالي القناة عموما لانها هتكون قريبة ليهم. ندخل بقى في تفاصيل الفيديو عشان ما نطولش على الناس اكتر من كده، وزي ما قلنا ان الفرصة دي مجانية تماما لان النادي مش استثماري، فطبعا اللعيبة من مواليد 2001 لحد 2005، يعني 2001 و2003 و2005، ولو في حد كويس من المواليد اللي هي اتلغت زي 2002 و2004 يقدر ان هو ينضم للفرق الاكبر زي 2001 و2003. طيب دلوقتي زي ما قلنا برضو ان النادي ده بيلعب درجة تالتة والنادي في الاسماعيلية، فطبعا هيكون بعيد على معظم الناس، فعشان كده هيكون الاولوية للناس اللي هي من الاسماعيلية او من مدن القناة. طيب بالنسبة للاختبارات امتى او الكلام ده كله، فطبعا احنا في الوقت الحالي مفيش حاجة اسمها اختبارات، لان الاختبارات دي بتكون في اول الموسم ومفيش اي حد بيعمل اختبارات في نص الموسم والكلام ده، بس انت دلوقتي هتبعت لنا على رسائل الصفحة اللي هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف، هتبعت لنا يعني السي في بتاعك ده لما تبعته هاخده هبعته للمدرب، اشوف المدرب هيقول لي ابعته لي في يوم كذا، في يوم طبعا هيكون في تمرين او كده، فهتنزل مع الفرقة في التمرين وهيبص عليك والكلام ده كله. ودي طبعا كانت كل التفاصيل، ولو انت حابب تسأل عن حاجة او تستفسر عن اي حاجة تقدر تسيبها في الكومنتات على الفيديو ده وهيتم الرد عليك.